بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بر الوالدين ليس واجبا شرعيا فحسب، بل هو إحسان إلى النفس أيضا. فكل ما تفعله بأبويك سوف يفعله بك أولادك. هذه سنة إلهية في الكون لا تقبل التغيير أو التحويل. فمن يقدم مساعدته لأبويه لحاجتهم فسوف لن يفتقد مساعدة أولاده حين حاجته، والعكس بالعكس. من يرفض اليوم مساعدة أبويه فسوف يرفض أولاده مساعدته فيما بعد. يقول الإمام علي سلام الله عليه: بروا آباءكم يبركم أولادكم. يعني برك لوالديك يعود إليك فيما بعد حينما تصبح والدا، ومن ثم أولادك يبروك، والعكس بالعكس. يعني لو أنك اليوم ترفض مساعدة والدك في شيء وأنت صغير وأنت شاب، اتأكد يوم من الأيام يأتي وأنت تحتاج إلى مساعدة أولادك ويرفضون. أتذكر كنت صغيرا، أمرني أبي أن أحمل القمامة إلى خارج الدار، رفضت ذلك. ما أتذكر كم كان عمري، ربما 8 أو 9 سنوات. بعد 30 عاما من تلك الحادثة أمرت أنا أحد أولادي، وكان في نفس العمر 8 أو 9 سنوات، أن يحمل القمامة إلى خارج الدار، فرفض ذلك. وأنا ما زعلت من عنده، لأنه تذكرت يوم اللي والدي قال لي وأنا رفضت. قلت: هذه هي بتلك، هذا جزائي، هذا أمر طبيعي، أنا كنت أستحق أن يرفض ابني الصغير ما رفضته أنا من قبل حينما أمرني أبي. في هذا المجال يذكر أن أحد العمال اشترى في نهايات حياته مزرعة في قريته، مدخر مبلغ من المال من شبابه، فاشترى له فرد مزرعة وأعطى هذه المزرعة لولده، واكتفى بغرفة واحدة في تلك المزرعة ليقضي فيها بقية أيام حياته. وهذه قصة حقيقية. بعد 3 سنوات أخذ الولد يشتكي من حاله لأصدقائه، قال: أبويا صاير كبير في العمر، لا يستطيع أن يشتغل في المزرعة، يكتفي يوميا فقط بالخروج من غرفته والنظر للأشجار ثم يعود إلى غرفته، كل الشغل علي. وذات يوم وسوس له إبليس أن يتخلص من أبيه، فصنع صندوق خشبي كبير وجاء به إلى والده، سوي له صندوق وقال: لازم تقعد بالصندوق. قل الأبو، قال لي: ليش؟ قال: أنت أخو مريض ما تقدر تمشي، أشيلك أنا أحطك وياي، أوديك إلى مكان جميل وشوية تغير جو ونرجع. أطاعه الأب، فوضع الرجل الصندوق في السيارة مثل ما يحملون الأثقال، وأخذه إلى قمة الجبل، ثم أخرج الصندوق وفيه أبوه ليرمي به إلى الوادي. قبل أن يرميه سمع أباه يقول: يا ولدي، يمكنك أن ترمي بي إلى الوادي من دون أن تخسر هذا الصندوق،
شيلني طلعني من الصندوق ارميني بالوادي، انا اموت اسرع مما لو خليتني بالصندوق. قال لي ليش؟ قال لان اولادك قد يحتاجون الى هذا الصندوق حينما يريدون ان يرموا بك من قمة الجبل. انصحك ان تحتفظ به لنفسك، لان انت راح تكون نموذج لاولادك، فهم ايضا يحتاجون للصندوق. هذا امر صحيح. اعلم في الحديث الشريف من رسول الله ان بين الانبياء والبار درجه، يعني الانبياء في الجنه في درجه معينه، البارون بابائهم درجه اقل من عندهم، وبين العاق والفراعنه دركه، ايضا درجه ما بين العاق الوالدين وما بين الفراعنه. شوف شنو اللي تختار لنفسك، تختار ان تكون اقل من الانبياء بدرجه او اقل من الفراعنه بدرجه. على كل حال، بر الوالدين من الواجبات الدينيه ويؤدي الى تماسك عائلي ويؤدي الى تماسك المجتمع، وهو احسان الى النفس أيضا، لأن ما نفعله بالوالدين سيعود الأولاد ويفعلون بنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.